مساء الخير، انا عامر طاهر. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. هقدم لكم الموسم الثاني من مذيع بس فظيع. فكره الموسم الجديد ان احنا هنتكلم في مواضيع مختلفه عن المواضيع اللي قبلها. يا رب يعجبكم وربنا يستر. مساء الخير ويوم جديد وحلقه جديده من برنامج مذيع بس فظيع. النهارده معانا كواليس كتير جدا، معانا اخبار كتير جدا عن الرياضه. اولها ان حسام البدري خايف يضم كهربا للمنتخب في مشهد انا شايفه انه غريب. ليه حسام البدري خايف انه يضم كهربا؟ خايف يضم كهربا انه خايف من الجماهير، خايف من النفسيه، خايف من اللعيبه وخاصه طارق حامد ان هي زعلانه منه، او خايف انه يكون في مشاكل كتير جدا، خايف ان هو كمان ما بيلعبش والخطيب قال انه هيتجمد لحد اخر الموسم، فكهربا مش هيكون بيلعب محلي، هيكون بس بيلعب افريقيا اذا اصلا لعب افريقيا. وخاصه اللي انا هفتكره يعني عفوا اني ما ينفعش انه كهربا لو اتجمد محليا هيكون بيتدرب بس مع الفريق، يروح يلعب افريقيا بعد كده يطلع المنتخب. طب هو اصلا لو ما بيلعبش محلي هينفع يروح اصلا يلعب افريقيا؟ ففي حاجة غريبة جدا. فحسن بدري خايف يضم لعيب ما بيلعبش، مع اني حسن شحاته قبل كده عملها في أمم افريقيا لما ابراهيم سعيد ما كانش بيلعب وضمه لو تفتكروا. الجوهري برضو ما كانش ابراهيم سعيد بيلعب وراح ضمه. فدي حاجات كتير جدا ممكن ان احنا نخلي بالنا منها. معانا تاني حاجة، عمر جابر يرفض العودة لنادي الزمالك، قال لهم خلصوني وانا اجي لكم، لكن هبتدي ان انا اشتغل كده وانا اللي هاجي. لا، انا عايزكم تخلصوني الاول وانا هاجي نادي الزمالك. توقيع عبد الله بكري نجم بيراميدز للنادي الاهلي، فما هو لعيب كبير جدا، لعيب محترف، لعيب عنده قدره ان هو يعرف يشتغل كويس جدا على نفسه، يشتغل جد كويس جدا في نادي بيراميدز. النادي الاهلي عايزه، والنادي الاهلي بالفعل مضى معاه 5 سنين. عبد الله بكري صفقه من الصفقات المهمه جدا من نادي بيراميدز للنادي الاهلي. في حاجه غريبه ان رمضان صبحي اصلا بقى سليم 100%. يعني ايه سليم 100%؟ رمضان صبحي قادر انه ينزل الملعب وقادر انه ينزل التشكيل. ده من لسان رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي. طب هنا بقى مين بقى يحاسب فايلر؟ طب رئيس الجهاز الطبي قال لك انه خلاص رمضان صبحي تمام، قال لك ان رمضان صبحي قادر انه ينزل يلعب وسليم 100% وبيتدرب على الرمله ومش عارف ايه. طب هو مش قادر ينزل ليه؟ هنا بقى في مشكله مع فايلر. مين بقى يقدر يحاسبه عليها؟ افتكر انه سيد عبد الحفيظ ممكن يقدر يتكلم معاه، او لو ما عرفش سيد عبد الحفيظ يتكلم معاه ممكن محمود الخطيب يتكلم معاه. رمضان صبحي عنده عروض من فلورنتينا واندونيزيا. طب منين رمضان صبحي عنده عروض من فلورنتينا واندونيزيا وهو ما بيلعبش مع الاهلي؟ في لغط كبير، في عقود احتراف جايه الاهلي خايف ينزله يروح رايح، وهو اصلا جاي الاهلي اعاره، فنادي رمضان صبحي في انجلترا يروح رايح موافق على فلورنتينا او اندونيزيا الايطالي. فمش عارف، رمضان صبحي حواليه لغز غريب جدا. الاهلي بيجهز نفسه لسان داونز لرجوع هيبه الاهلي في افريقيا هناك. الاهلي عايز يرجع هيبته، الاهلي بس مش عايز يرجع بس انه يكسب السان داونز، لا ده عايز يرجع هيبته في افريقيا. فدي حاجه كويسه جدا النادي الاهلي ومحمود الخطيب هيكون معاهم. اكرامي في مفاجاه كبيره جدا، لحد دلوقتي ما وقعش البيراميدز. اكرامي ممكن انه يكون في نادي الزمالك بإعارة جنش وإعارة محمد عواد، يكون اكرامي مع ابو جبل ويكون مع محمد صبحي. في اقاويل كتير جدا مش عارفين انه ممكن تحصل ايه في الايام اللي جايه، لكن اللي انا متاكد منه ان اكرامي ما وقعش النادي بيراميدز، وكانت مفاجاه كبيره جدا انه قال لك ازاي النادي الاهلي في ظروف دي في افريقيا وانا اروح اوقع على نادي بيراميدز وانه لازم يكون موجود، وخاصه ان النادي الاهلي ما عندوش حد. ما علي لطفي لا يصلح، مصطفى شوبير لا يصلح في الوقت ده، ما فيش غير محمد الشناوي اكرامي هم بس اللي موجودين. فاكرامي وجوده مهم جدا في النادي الاهلي، وخاصه انه كابتن النادي الاهلي. امام عاشور لاعب نادي الزمالك لن يعود للمنتخب الاولمبي بقرار من شوقي غريب ورمضان صبحي كابتن المنتخب. امام عاشور راح ضرب وليد سليمان
في مشهد بستغربه بصراحة، وليد سليمان ده في يوم من الأيام لما كان شهداء نادي الزمالك في الدفاع الجوي كانوا توفوا في المذبحة بتاعت الدفاع الجوي، كان يوم فرحه، لغى فرحه وهو لعيب في النادي الأهلي، لغى فرحه في اليوم ده بسبب جماهير نادي الزمالك، ولغى ليلة الفرح. محدش هيعرف اللي أنا بقوله ده غير الناس اللي كانت يعني اتعمل فرحها واتجوزت. الراجل لقى ناس ميتة بتاع 20 واحد، لغى فرحه في اليوم ده، مع ان كان فرحه والليله الكبيره وناس كتير جت ومعازيم وناس من السفر جت وناس راحت وجت وقرايبه، راح لغى الفرح. يعني ما ينفعش ان امام عاشور كان يعمل ده ويضرب وليد سليمان، خاصه لما كانوا في ابو ظبي في دوله الامارات، وكان يحصل المشهد اللي احنا شفناه السيء على جمهوريه مصر العربيه رياضيا، ما ينفعش انه كان يحصل. دي كانت نهايه الحلقه النهارده من برنامج زي بصه فظيعه. استنونا الموسم اللي جاي والحلقه اللي جايه، هنتكلم في حاجات كتير جدا، وخاصه ان الحلقه اللي جايه من الاسبوع اللي جاي هتكون مختلفه وفيها اخبار كتير وكواليس كتير وفي حاجات كتير جدا بنجهز يعني بنجهزها لحضراتكم في الموسم اللي جاي ان شاء الله. استنونا.